تطلعي من البيت بدون اذني؟ انا مالي بس انا اخذت شوره ابن عمي، سمح لي روح زور امي. حتى لو اخذتي شوره ما بتطلعي بدون ما تقولي لي، فهمتي؟ حاضر. انا اخذت شوره ابن عمي. شي حلو والله. كانه امك صايره عصبيه كثير. مجعوزة من مرت أخوكي، لأنه هي تاني مرة بتطلع من البيت بدون ما تخبرها. بس عم تقول خبرت عصام. وإذا خبرت أخوكي أصول أصول. بس الظاهر إنه لطفية ما مسهل منه. أي والله أبويا هلا مقوصة، أنا هلا ما فاتت على المطبخ وما بتعرف شو فيه. عروس يا بعدي. تلال شوفوا مين على الباب. تعدل على الساعة تلال، شو ما في غريب هالبيت؟ خليكي أنا بشوف مين. مين؟ سلقي الخبزات من ايدي اختي، انا الفران. الصوت جديد علي، غير صوت الولد اللي كان يجيب لنا الخبزات. مين هاد؟ الفران يا مو جاب الخبزات.